السلام خوتي اخواتي، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. كما عودناكم في الجديد اخبار جديده. اليوم جينا نهضروا على اليوتيوبرز المشهوره ميمي طق طق. ميمي اللي كل شي عرفها التضامن ديالها، وكل شي عرفها بالمعاونه ديالها اللي كتعطي اصحاب الجبال. خصوصا هاد السيده هذه كتعاون بزاف ديال الفئات، منهم أطفال، منهم نساء، منهم حتى الرجال. ديما كتدي لهم، بالخصوص في الشتاء كتدي لهم الوليدات الجبل اللي عندهم تولوج، كتدي لهم الحوايج اللي بوط، كتدي لهم التقاشر، المهم جميع ما يكون المحافظ، يعني أي حاجة اللي هما يحتاجوها واللي هي أساسية كتديها لهم السيدة هذه، واللي معروفة بالخير ديالها اللي كدير مع هاد الأطفال. لان هي كما كتقول ان هي ملي كتعاون الناس هاد كترتاح، وكما شفناها في هاد الاواخر وفي هاد الزلزال اللي وقع في المغرب عاونت بزاف، عاونت لدرجه ان نسات شي قرى انهم في القريه ديالهم، ولات فكرتهم انهم في ساحه الفناء. يعني من كل هي حاجات اخذتها لهم، يعني بدلاتهم على الناس اللي كما شفنا في خصوصا في الاكل، كل شيء الاغلبيه داو التون، داو الخبز، داو الحليب، داو هذا الشيء اللي داو، ولكن هي خرجات على هذا النطاق كامل ودات لهم بحال اللي راهم عندهم شي مناسبه، اولا كما كنقولوا حنايا الصدقه درتها لهم في داك الدواور، واللي كل شيء فرح وكل شيء كلا وكل شيء عجبوا الحال مع ميمي. هذا الشيء كامل دارته، واللي كذلك شفنا المساعدة ديالها اللي دارتها اللي السيد اللي كما كتقوله هي واللي عرفاته بالقرش، السيد اللي مسكين خصو ولدو غير يعني غير الترويض باش يمشي. ايها اخوتي، الترويض اللي خصو باش انه يمكن له يمشي على رجليه. هاد السيدة هادي تكلفات تمحنات ومشات وكتدور له على الرهينة، كتدور له على الكرة وقصاص مع الناس ديال الكرا، لانهم ناس انانيين كما كتشوفوا، لدرجه انهم ما كانوش كيبغيو يكريو لها، لان كيبغيو يقولوا لها ان يعني هذاك السيد ما خصوش يجيو العائله ديالو، ما خصوش يجيو الصحاب، يعني خصهم يكريو غير الام والاب والدري، يعني ما خص يجي عنده حتى شي واحد. وهذا الشيء راه ماشي يعقل، لان اي واحد عنده عائلته يمكن لهم يجيو ويمكن لهم يمشيو، وهي اللي ما بغاتش هذا الشيء وبقات كتدور له وعانات، وفعلا لقات له الدويره، دويره زويونه ما شاء الله، ومع ذلك كرات له وكذلك عطاتو الفلوس ديال الترويض، يعني وكتنفق عليهم، يعني كتعطيهم يعني الاكل والشرب، يعني ما خصتهم حتى شي حاجه. هادشي كامل كديرو ميمي بوحدها، يعني ما كتعينش شي واحد يعاونها ولا كتعين شي واحد يعطيها باش دير هادشي. هاد الخير كديرو الاجر لله. ولكن احنا في هاد الفيديو جينا نهضرو على ميمي اللي انهارت، ميمي اللي انها كتبكي بحرقه. علاش؟ لان الناس ما قالوهاش، لان الناس كياديوها وكياديوها بزاف بالافعال ديالهم بالهضره ديالهم، يعني ما بغاوش يخليوها تكمل في الخير اللي باغا هي دير وفي الخير اللي ماشا هي فيه. هاد الناس اللي انانيين كيصيفطوا شي تعاليق، الناس كيتلاقاو في الزنقه كيهضروا شي هضره اللي قبيحه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ميمي شفناها في واحد اللايف اللي كتبكي كترجى هذوك الناس يبعدوا منها ويبعدوا من الناس كاملين بهذوك التعاليق الخايبه وبديك الهضره الخايبه وبديك الهضره اللي كتقتل الناس واللي كتقتل الابدان ديال اي واحد والروح ديال اي واحد. من هذا المنبر اخوتي كنتمنوا ان بهاد التعاليق السلبيه اولا الهضره في الزنقه اللي قبيحه اولا الناس كيسيئوا لبعضياتهم، كنتمنوا ان تحيد ونشوف واحد النظافه في القلوب ديال بعضياتنا وفي العقول ديال بعضياتنا. كما كيقول واحد المثل المغربي، اللي ما يقول خير يسكت خير. يعني لما عندك ما تقول شي حاجه اللي ما تقدرش انك تقولها زوينه، اسكت من الاحسن، لا تعلقش لا بالقبيح ولا بتشي حاجه.
يعني ما تقدرش تهضر بشي حاجة اللي زوينة، اللهم اسكت وما تضرش خوك المسلم، لان الناس راهم كيضروا. ان الناس شحال من واحد وصل للانتحار غير من خلال تعاليق، من خلال هضره اللي كتآدي بنادم. يعني اي واحد عنده قبيح في ذاته والزين في ذاته، ولكن باش يآديك بنادم بها راه صعيب. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وكنتمنى وهذا الشيء يوقف، وان العقول والقلوب تنظف. هذا الشيء اللي جينا نهضروا فيه في هذا الفيديو، ان كنتمنى ان القلوب والعقول تنظف وتولي نقيه، لان بحال هاد الناس اللي كيديروا الخير وبحال هاد الناس اللي كيشوفوا يعني مستقبل وليدات اخرين كيبغيو يساعدوهم ما كيلقاوش الفرصه، لانهم كيتاذوا بالهضره ديال الناس. المهم خوزي ما تنساوش تابوناو معنا وتفعلوا زر الجرس، وكنتمنى انكم تفادوا هاد التعليقات السلبيه اللي كتصيفطوا للناس كاملين، لان راه كضر وكضر بالخاطر بزاف.